الآن لابد أن أغلبكم فيه لوحات قاعدة في غصني ويتفكروا فيها في مدة طويلة هذه، ولابد أن أغلبكم شاف اللوحة هذه ولكن ما يعرفش شكون صاحبها، وأن البنت هذه تركية ليبية. وجت فترة الصورة هذه خشت أحياش ليبيين مش شوية، وأصبح محلات متاع الكاتروات اللي يسموا فيهم الليبيين المراش ينسخ ويبيع فيهم في كاتروات زي هذه. شرايكم في اللوحة هذه؟ هذه لوحة لواحة ليبية، وهذا منظر في وادي في ليبيا. أقعدوا معاي باش تتعرف على الرسام وشن دار تاني في ليبيا من لوحات، وعلاش أني جبته اليوم في هذه الحلقة. أهلين ومرحبتين بكم في حلقة جديدة من برنامجكم ليبيا زي ما هي، ضمن سلسلة فسيفساء، السلسلة الرمضانية الاستثنائية. اليوم ومن ضمن المواضيع الرمضانية بنتكلم على حاجة نحبها شخصيا وعشت معها طفولتي هكي، وهي الرسم. ما فيش زي الرسام اللي بنقدم له. كنت وأني صغير نقلد في طريقته في الرسم ديما، وكان عندنا الكتاب متاعه من بداية طلوع هذا الكتاب في ليبيا. ولو كان فيه رسم أو رسام يجسد الهوية البصرية الليبية حيكون الرسام هذا. رمضان مبارك، يسنمر في اللاون أوزم بالأمازيغية وسلانجو بالتووي. شوية هم اللي خلوا ليبيا يعني وتنوعها وموروثها المعماري والثقافي جزء من أعمالهم الفنية، وأحنا محظوظين أن فنان متميز عاش في ليبيا وخلاها موضوع لوحاته. وأنا متأكد هلبا من الجيل الجديد ما يعرفوش، وبارك ما عمرهم شافوا لوحاته وصوره هذا الفنان. درت حلقة من قبل على الفنانين الإيطاليين اللي خلوا ليبيا موضوع لوحاتهم، وركزت هلبة على الفنانين اللي عرضوا لوحاتهم في معرض 1931. فنان اليوم يعتبر معاصر وصاحب مازال عايش بيناتنا، لكنه عاش في ليبيا أيام عزها. ليبيا التنوع، ليبيا الجمال، ليبيا المحبة، ليبيا الجيرة، وزي ما يقولوا الزمن الجميل. كان في ليبيا في بداية التغييرات الكبار اللي قلبت ليبيا وهويتها رأسا على عقب للأسف الشديد. واحدة من الحاجات اللي تلاحظوا في أغلب الدول، بالأخص اللي تعتمد في يعني على دخلها في على السياحة، أن أغلب من خلت تنوعها وجمالها يكونوا مصورين وفنانين في الغالب من برا البلدان هذه. والسبب بسيط جدا، هو أن الأجنبي يشوف مواطن الجمال والتنوع في هذه الدول الناس متاع البلاد ما يشوفوش فيها. مع العلم الفنان متاع اليوم ليبي بمحبته لليبيا أكثر من هلبة ليبيين. شخصية رائعة وإنسان قمة في الروعة. أنا نقول أجانب بحكم الحدود الجغرافية اليوم، وبحكم أنه انولد في بلاد بعيدة، لكنه بجديات خدم ليبيا خدمة كبيرة، ونعتبر فيه خونا وعمنا وجدنا ومننا لينا. الفنان اللي بنعرضه له اليوم هو الفنان القدير وقيدوم الفنانين الأفارقة عموما والمصورين خصوصا، والمصريين خصوصا الفنان محمد حجي. محمد حجي قعد وخدم في ليبيا 4 سنوات. هذه على فكرة الطبعة الأولى من كتابها. 4 سنين ما بين 1973 لعند 1977، لكن إنجازاته في الـ4 سنين هادو كانوا مش شوية.
الفنان محمد حجي بعد زواجه في مصر من السيدة الفاضلة ماجدة مسلم وجاي لليبيا باش يخدم كرسام ومحرر في جريدة الأسبوع الثقافي. نلقوا له رسم هلبة في هذه الجريدة على فكرة لبعض المثقفين الليبيين في هذاك الوقت، ومرات حتى وهم في حالة نقاش وحاجات زي هذه. ويعني حجي في الهدزة بعض المعلومات عن الحاجات هذه. الأستاذ محمد حجي يعني من الحاجات اللي ني ما فيش واحد ننجده عليه أو حد عرفه يتكلم لي عليه، يقول لي القلم متاع الحبار أو التكنيكال بن زي ما يسمو فيه ديما هو والمذكرة متاعه في جنبه، القلم في جيبه والمذكرة في جنبه متاع الرسم، وين ما يمشي يرفع فيهم معه. وباين ما فيش زمان يعني الايفون في السبعيات ترى الفنان محمد حجي ما خلناش رسوماته هذه. الكتاب وظروفه حاجة مش عادية بكل بساطة. المؤلف ما كانش عنده فكرة الكتاب، هذه المعلومات اللي وصلتني. أصلا كان حجي هو حجي يعني يدير اللي هو يدير فيه ديما، يعني في كل تركينة زي ما حكالي ولده أسامة قال بوي وإحنا صغار نمشوا نطلعوا نمشوا ندير محل جيلاتي مثلا، تلقانا ناخذوا الطلبية منسجمين وناكلوا ونلعبوا ونهدرزوا، وبوي ما أشاد الكراسة وكان عجبه لقطة هيك يقعد يشوف ويرسم فيها. هذا هو محمد حجي، وهذا اللي داره بالضبط في ليبيا. مرات يطلع يرفع زوجته اللي كيف تزوجها ويفسحها في شوارع طرابلس ويوري لها دقائق الأمور وملاحظاته وتفصيلاته، لأن إنسان مجده مرهف وعنده حس فني هيك كبير، ويشوف في حاجات ما فيش حد غيره يشوفها ويبدأ يرسم، ولا حتى برا طرابلس زي ما بنشوفه. وطبعا عنده كان صديق اسمه الهوني وقتها كيف شري سيارة فيات 132 وفرحان بها، فيطلع محمد حجي معاه ويتظهروا وما خلوش التركينة مع بعض اللي ما مشولهاش. فكان يا عم يطلع بزوجته ويفسح فيها، يا عم طلع مع صديقه الهوني هدف سيارته الجديدة ويزوروا في مناطق مختلفة من ليبيا. ومحمد حجي ما كانش يشوف الأشياء بنفس الطريقة اللي أغلب الناس يشوفوا فيها، وهذه طبيعة الفنانين عموما. ما كانش عنده فكرة أن العمل متاعه بيجي يوم يهتم به شخص اللي بنجوه بعدين ويولي كتاب زي الكتاب هذا اللي انطبع منه ثلاثة طبعات. الأستاذ حجي شاف ليبيا وزارها في السبعينات زي ما قلت في بداية الحماس والنقاش والخصام على القومية والوطنية والتلييب والهوية والخطاب الثوري المتشنج وغيرها، جاها وخلاها والتغييرات بدت تعصف للأسف للأسوأ في بلادنا. هو شافها ورسمها في فترة احنا محتاجين هلبة، يعني لها فترة ليبيا التنوع الحضاري، ليبيا الحضور الثقافي، المهم يعني والتسامح، وفي مرحلة انتقال حتى في جريدة الأسبوع الثقافي يعني قابل فيها الليبيين من كل الطبقات ومن كل التيارات. شوفوا معاي التقنيات اللي دارهم واستخدمهم حجي في رسوماته والمواضيع اللي اختارهم. بعناية حاجات يعني بعضها ضاع وما عاش موجود بسبب طفرة النفط، يعني الحاجات اللي اختارهم طفرت الناس في تراثهم، وبعضها الأخير قضي عليه التطرف القومي والتطرف الديني. فشوفوا معاي التقنيات اللي استخدمها حجي في رسوماته مرة تانية، بعضها يصلح يكون لوحة فنية قائمة بذاتها. يعني كان يستخدم في البيرو والخطاط والألوان اللابس وألوان الشمعة حتى وحاجات بسيطة ومرات حتى مائية. رسام بجديات بارع ثروة، وانا نفكر في الحلقة ما عرفتش كيف نقسمها على مواضيع زي ما صنفتها، يعني صرفتها دار العربية للكتاب اللي هي نشرت الكتاب هذا وقتها في الطبعة الأولى والثانية، ولا نديرها حسب المناطق في ليبيا، ولا حسب حتى التقنيات اللي استخدمها الرسام، يعني لوحات وسكتشات، لوحات بالخط والقلم والشمع إلى آخره. فقررت في النهاية نتبع أسلوب التقنيات وأسلوب
الموضوع لاني كان شديتها على المناطق عشان يحزها الكتاب اكثر. يعني اكثر المناطق اللي دارهم في الكتاب هم طرابلس بدرجه اولى، اغدامس، وجبل نفوسه، والطوارق، وشويه بسيطه من المناطق الثانيه، وبالخص من ناحيه الشخوص. اما من العماره فركز على المناطق الاربعه هذه. تقسيمه للمواضيع جدا موفق. شوفوا معاي بعض لوحاته عن العماره في ليبيا، شوفي كيف جسد السرايا الحمراء حمراء، وهذه السرايا اللي تمثل رمز العاصمة، وهي بروحها تبي مني حلقة على تاريخها وتاريخ بنيها. السرايا هذه شيء مش عادي، بكل التاريخ متاعها وقصتها وهلبة حاجات عليها، وهي خصوصا تعتبر غنيمة من مستعمر ولت رمز ليبي بدون أي شك. بعدها شوارع طرابلس وحياشها، طرابلس القديمة طبعا، باش يعني شوفوا الصغار اللي ترفع فيه الصفر للكوشة. من منكم مدارش هيك لما صغير وحط الصفرة فوق راسه ورفعها للكوشة؟ شوفوا معاي السكتشات متاعه عليه البيت الطرابلسي القديم، وارواشنه وبيبانه وقلالياته، يعني حاجة جميلة جدا جدا جدا. شوفوا قواس جامع جورجي والنافورة، يعني لو تخلي عينك وعقلك متفتح تشوف جمال مش عادي، وتنوع وإضافات على العمارة المحلية، وزادت عليها إضافات جميلة للعمارة المتوسطية. يعني بلادنا راهي جميلة فيها جمال هذا كله، وحندير حلقة عن العمارة والعمارة في مدينة طرابلس. عرفت أنني كنت قلت لكم المرة اللي فاتت، بس حنولي لها وحنتكلموا عليها أكتر وأكتر. العمارة عندنا فيها إضافات، يعني العمارة هي محلية ولكن عليها إضافات جميلة جدا من وافدين، زادها جمال ورونق. طرابلس متاع المساجد العتيقة، يعني رسمه لسيدي عبد الوهاب والشعاب. طرابلس طبعا ما نقدرش نحكي لكم كل شيء، اللي نقدر عليه هو نجيب صفحات بس من الكتاب باش تشوفوا يعني الجمال اللي في بلادنا، اللي ما يشوفش فيه إلا اللي قلبها عليها أو اللي جاي باش يشوف الجمال فيها. ومحمد حجي لأنه إنسان جميل فشاف الجمال في ليبيا بطريقة ما شفناهاش أو ما نشوفهاش احنا. شوفوا معاي كيف كان يشوف في مدينته المدللة اللي نسمي فيها اغدامس، أحب مدينة ليه الباين، يعني في تفاصيلها، سطوحها، عمارتها، نقوشها، مساجدها العتيقة، جمال أزقتها وشوارعها. أهو جابلنا مدخل المدينة بسكتش مش عادي، وتفاصيل روشن اغدامسي، شيء جميل جدا 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 حقيقة. الفنان هذا، شوفوا معاي طبعا جبل نفوسة، وخصوصا يفرن ونالوت وقصر الحاج، ويا أخي حتى ناس ماخدت مساحة كبيرة من الكتاب متاعه. يعني شكون اللي بيمشي ليفرن من غير ما يرسم الأبراج متاعها القديمة متاع الحماية هذه، أو حتى التواصل البريدي؟ من يمشي لجبل نفوسة وما يشوفش فيه جمال الطبيعة، وما يرسمش قصر الحاج؟ ومن يمشي لها من غير ما يرسم قصر نالوت أو يصوره قصر كباو؟ حقيقة محمد حجي خلد صورة جميلة جدا لليبيا في الأذهان بزواياها أو تفاصيلها. يعني تخيلوا معاي لو عشنا مع الفنان في لحظة رسمه لها، يعني شكون اللي بيمشي مثلا لمدينة يفرن وما يرسمش الكامور متاعها، البني متاعها متاع الرشاد، الحياش متاعها؟ محمد حجي رسم ليبيا في كل تجلياتها من واحاتها. شوفوا يعني نخلع لورق أبيض في اللوحة هذه، نحب أن ديما نشوفها لأنها بجديات
لوحة جميلة جدا بالرغم من بساطتها، يعني الرملة خلاها مساحة فاضية وبيضة، وتعرف روحها بروحها ورسم النبس النخل بسكتشات بسيطة هيك، ويعني شيء جميل جدا. هو محمد حجي لما جاي لليبيا كان أسلوبه في الرسم انضج، كان عمره 32 عام تقريبا، يعني دار كل تدريبه في مصر وجاي لليبيا باش يطبق اللي خبرته متاع 32 عام في مساحة كبيرة، والتي هي اللوحة متاعه اللي هي ليبيا. شوفوا معاي منظر المدينة الجبلية عن بعد، وكيف جسد قرية مكعبشة وشادة في الجبل، لوحة تانية لراعي غنم في 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 الجبل بالمقابل، طبيعة صحراوية بألوانها الذهبية تتمنى تمشي وتعيش غادي. شيء جميل والله، شيء جميل جدا جدا جدا. شوفوا الناس اللي طالعة زردة في منظر بهيج، جاله بهجة اختياره للتقنية وللألوان المشرطة هيك في اللوحة، واللي خدتنا معاها في زردة متاع أيام كان الليبيين يحبوا البوسكوات. يا حصل في المقابل دار مكان فاضي في جردينة اصطناعية، الرجل عبقري في نظري، يعني ورالك الزردة في الطبيعة وفي نفس الوقت ورالك كرسي في جردينة ما فيش منقعمز فيها في المدينة، يعني الجردينة متاع المدينة ما تعوضش الزردة اللي في القرى. وعلى فكرة الزردة كانت في مدينة تيفرن كذلك في لوحاتها. وعلى ذكر المدينة الشاعر برسمه نسمي فيها، يعني هيك ديما نشوف له كشاعر مش رسام بس، لما يكون موضوع مدينة وزحمة اللوحة مش حترسم لك الزحمة بس، لا تتكلم بيها كلام شوفوا زحمة المدينة هذه وكيف قلم الرسام جسدها، تقول قاعد وسطها بدخانها وكلاكساتها ودوشتها، وفي المقابل أرسمنا منظر قرية هادية. أنا حرصت أني نحطها في سلايد واحدة بجنب واحدة، تشعروا بالهدوء متاع القرية مقابل الزحمة متاع المدينة. وعلى ذكر الزحمة، الزحمة مش ديما مش باهية، الرسام طلعنا في زحمة باهية حتى هي اللي هي حفل الزواج، الصخب، الألوان تقول متفجرة تفجير على اللوحة، الألوان تقول متفجرة تفجير في اللوحة، وتحس بالفرح والزهو معها. في المقابل يقدر يطلعك في الصحراء وبقلم أسود بس يعيشك أجواء الهدوء، يعني اختيار التقنية، نوع اللون، نوعية الأقلام، مش باش يكمل اللوحة من الناحية التقنية، لا، كانت رسالة واضحة بروحها، هي تستشعرك وتشعرك الحالة اللي هو عاشها في هذيك اللحظة. نعود تاني، الصحراء مش ديما هادية، الصحراء ممكن يكون فيها عرس ويكون فيها صخب وموسيقى، لكن صخب مرغوب فيه، صخب جميل مقابل منظر صحراء وهدوء وراحة البال. بجديات أن الكتاب هذا ديما كل ما نفتحه نقعد نتفرج ونشوف فيه حاجات ما شفتهاش زمان، ديما 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 ديما، هذا جمالية الرسام البارع واللي يدير في خدمته بإتقان وبمحبة وإخلاص. وزي ما قلت الصحراء نفسها كان فيها أعراس ورقص وهزيج وألوان، حتى هي الفنان منساش يوريها لنا، يورينا منها يعني الجانب هذا. وعلى فكرة محمد حجي أكثر شخصيات رسمها في لوحاته هي التوارق، التوارق هي الشخصيات اللي أخذت الحجم الأكبر في مساحته وفي لوحاته، وأغلبها في والله في النص وفي نهاية الكتاب بالذات، يعني لا جابها في 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 مش في البداية لكن في النص في نهاية الكتاب. ويعني وكيف يكون أي عرس في ليبيا من غير الذكرى، ليبيا الأصالة، يعني الذكرى اللي هي عاصرة واكبة الليبيين سنوات وسنوات، حتى التمويجات متاع اللوحة وتعطي في الصوت هذاك الصاخب متاع الذكرى.
فنان فنان بمعنى الكلمة. معليش معلومة جانبية، الكتاب اندار في السبعينات، نقصد الرسومات رسمت ما بين 73 و 77، يعني الوضع ما زال مقبول، لأن لما كان طبعتها وزارة الثقافة أو أمانة الثقافة على تسمية القدافي كانت الطبعة الأولى سنة 1984. والباين أن السيد محمد حجي جهز كل رسوماته زي أي شيء تاني، ما كانش الهدف يدير منها كتاب، لعندما المرحوم التليسي قنع محمد حجي في طباعته على نفقة الدار العربية للكتاب اللي هو كان شادها في هذيك الفترة. الكتاب فيه مقدمة للأسف الشديد، سامحوني نقول الكلام هذا، من قبل السيد التليسي، والله وياريته ما درهاش، للأسف مقدمة تكرس للقومية وللأحادية، بينما هذا ليبي التليسي، بينما رسومات السيد محمد حجي تنادي تعيط تصرخ بالتعددية والتنوع والجمال من أولها لآخرها. وعلى فكرة الخطاط، أنا قديش عارف الخط هذا، الخطاط اللي خدم على خطوط الكتاب بالخط المغربي المبسوط والقيرواني كان الأستاذ المسلم الميزوني، وعمله كان جدا مميز وجميل. و على فكرة يعني حتى محمد حجي نفسه عنده فن حرفية مش عادي، نلقوها مرة مرة في قصصات له في الأسبوع الثقافي أو في العناوين وحاجات زي هيك، وعنده كتاب 33 آية ورسوماتها وغيرها، يعني رسام وخطاط وحروفي، لأن الخطاط غير الحروفي في المصطلح الحديث عليها. هني لازم نقول أن أني ديما نشوف في الكتاب هذا تعبير صادق لبرنامجي ليبيا زي ما هي وبرنامجكم. برنامج ليبيا زي ما هي، لو قال لي أي حد هل في كتاب يعبر عن البرنامج متاعك، أنا نقولهم كتاب رسومات من ليبيا لمحمد حجي يعبر عن برنامجي. الهدف هو تبيين الهوية الليبية المتعددة والمتنوعة والجميلة والملونة والبيضة والسودة وكل اللي فيها من جمال وكل اللي فيها كذلك من إخفاقات، لأن رسم محمد حجي ليبيا لحقيقتها من غير أي رتوش، ليبيا المتلونة المتعددة الجميلة. خلي نولو لبعض رسومات حجي اللي ضم يعني عنده اهتمام كذلك بالحرف والصناعة التقليدية، سواء في الحرفة نفسها أو نتائجها، واللي للأسف أغلبها ضاع، وبلادنا يعني وبدلناها بالبلاستيك الصيني وبالحاجات المستوردة، يعني توه اللبس الليبي التقليدي يصنع في مصر مثلا، مش عارف مازال الحلي يصنعونه في الصين ويجيبوه لنا، ما فيش قعد شيء في ليبيا، طبعا مازال من يصنع في البدلة الليبية، لكن الغالبية العضلة اللي موجودين الآن هي مصنوعة برا ليبيا، أمي كانت تصنع فيهم، الأمي كبرت طبعا ما تدير فيهم للأسف الشديد، وما نعرفش إذا كان لبنوية الجداد هادو قاعد يدير، وأنا نعرف أن أختي نوميديا الكبيرة تعلمت من أمي كيف تصنع البدلة الليبية عموما. المهم، من أجمل الحرف التقليدية اللي رسمها محمد حجي هي صناعة تقليدية قديمة، صناعة الأحذية اللي تكلمت عليها في أكثر من حلقة، ولكن مخصص لها حلقة، وهني دارنا أو جابنا صورة من غدامس صانع الأحذية الغدامسي، وأني حاولت نحط معاه في نفس الصورة الخرج والحولي والسفيفة ومستلزماتها. رسومات حجي والكتاب كله نعاود ونشوف فيه أكثر من مرة زي ما قلت، لأنه بجديات كل مرة نشوف فيه ونكتشف فيه حاجة جديدة ونشوف هيك تفاصيل مدايرها بطريقة جميلة جدا وتخليك تشوفه مرة واثنين وثلاثة، وكل مرة يعطيني شعور جديد ما أعطاه ليش المرة اللي فاتت. يعني ومن ضمن الصناعات التقليدية اللي مازال شادة شوية اللي هي صناعة الخزف في غريان والأصابع وككلة والقلعة وشبه النفوس عموما، ولابد فيه مناطق تانية تهتم بها الصناعات بتاع الفخار غير أني ما نعرفهاش، وهذه على فكرة في مدينة غريان، ومدينة غريان كانت ديما منبع الصناعات الخزفية في ليبيا.
وطبعا ما ننساش بعض الصناعات التقليدية اللي الفنان منساهاش، اللي هي بكل خيوطها وتعقيداتها صناعة النول الطرابلسي الحرير. شوفوا مقارنة ما بين اللي دارها في الخزف وكيف كل شيء منتصق وألوانها طينية اللوحة كلها، وبين اللي دارها في الحرير والخيوط والخطوط هذه المستقيمة وغيرها. اللوحة نفسها تقول لك إن هو يصنع في الحرير والنول من غير ما تقول لك، ما تبين لك اللوحة نفسها. شيء جميل جدا جدا. يعني أسلاك شيكة وتعليقات وتعقيدات، شيء جميل جدا جدا. من ضمن الصناعات اللي ما زالت شادة شوية سوق القصدارة، ولاحظوا معاي اختيار الفنان للألوان الباهتة بالخطاط متاعه باش يعطينا هداك اللمعان الفضي، حاجة روعة بجديات. كل شيء يفكر فيه حجة بدقة، ما فيش حاجة اندارت بلاش. شوفوا صناعة الكليم المصراطية وتجهيز الصوف والألوان الحلوة والوشم على وجه أمنا هذيك الهوارية. وفي الصفحة حطيت أولا مقابلها فلاحة من جبل نفوسة حسب الفنان، لابس البحنوق حتى هو المزكرش والملون، اللي هو الآن يعتبر مختفي، ما فيش بنات يلبسوا في البحنوق في جبل نفوسة نهائيا يعني أبخنوق. وعلى ذكر صناعة الكليم، شوفوا السوق متاع الكليم زمان وكيف حرب صايرة ما بين الألوان الفاقعة، وفعلا مدرسة انطباعية قائمة بذاتها. مش عارف علاش محمد حجي لم يكن يعرف بشيء يعني يليق بمقام عمله في 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 في, في كل أفريقيا وربما حتى العالم. شوفوا كيف كان الحوش معبي ألوان، يعني رسوماته شيء جميل جدا والله. أنا في طفولتي عشت في حوش زي هذا، حوش حناي القديم في يفرن، كان ملون بكل الألوان، من الصحارية، من الكليم، من المزدة نفسها، من لبس حناي نفسها. زي ما قلت يعني كبرت في هذا الحوش في مدينة يفرن، والله كان ملون بكل الألوان الزاهية وما تمشي. وعلى فكرة يعني قلت قبل شوية علاش ما كرموش الفنان هذا، الحق هو خدي جايزة كبيرة عن الفنون الإفريقية للدول، يعني اللي رسمت دول وجسدتها في كتاب، وكان الكتاب الوحيد اللي تحولت يعني أو رسمت به واحدة من الدول الإفريقية لما أخذ الجائزة كانت ليبيا. أنا شفت على فكرة يعني كتب زي فكرة محمد حجي في الجزائر بالذات، لكن في هذاك الوقت ما كانش إلا محمد حجي وما فيش حد دار الكتاب على بلاده بنفس الطريقة اللي دار بها محمد حجي عليه ليبيا. يعني المهم نول للرسومات لأن ما عاش فيه وقت هلبة، هو يبي ساعتين ولا ثلاثة باش نحكي عليه من التقديم، ولكن كلكم الآن تقدروا تشتروا الكتاب. هو انطبع في 84 واختفي من المكتبات، ومكتبة الفرجاني مشكورة، عاودة طبعة طبعة جديدة، وصديقي هشام الفرجاني يعني دار طبعة جميلة جدا وفاخرة، ما عنديش منها النسخة هني باش كنوريكم، لكن خدم خدمة جميلة جدا على الكتاب تليق بالمؤلف ورسوماته. يعني وهذا يعني هشام هذا إنسان غيور على ليبيا، ومكتبة الفرجاني عموما تقدم في أشياء جميلة جدا على ليبيا، وكتبهم ديما أهمها تبيان الهوية الوطنية الليبية. على أي حال، هذه صورة لهشام مع الفنان في حوشة في القاهرة. قال لي حوشة يعتبر متحف، ويحكي لي ونفس الكلام هذا قاله لي صديقي كذلك محمد الخروب اللي زاره في القاهرة، خصوصا مش وقع له نسخة من كتابه هذا. أنا للأسف كتابه مش موقع منه، واني سعيد أن شباب ليبيين هلبة تحب كتب الفنان الرائع محمد حجي اللي يعتبر نادر طبعا زي ما قلت، وطبعات مكتب الفرجاني مرة تانية. على فكرة أسامة ولد الأستاذ محمد حجي قال لي أنه تلت أرباع
تلت ضعاف الرسمات اللي دارهم على ليبيا ما داروش في الكتاب. وانا راما نوريكم في الكتاب كله، نوريكم غير نماذج منه. وقال يعني أسامة حجي هذا، قال لي يعني لوحات هلبة هلبة جميلة، للأسف بوي ما ضمنهاش في الكتاب. وعلى الفكرة محمد عجي عنده ثلاثة أولاد اللي هم أحمد المتسمي على عمه اللي توفي في حرب سيناء أو حرب الاستنزاف، وبعده أسامة هذا نولد في ليبيا ويقول إنه هو يشعر أنه ليبي. وعلى فكرة أسامة لقيته المرة الفاتت نهدر زنيوياه، لقيته بروحه مقامز ويسمع في أغاني أمازيغية، وهكي عنده ارتباط وعشق لليبيا بشكل غير طبيعي. وهو مهندس حاسوب، مع أنه طلع صغير من ليبيا على فكرة، كان عمره 4 سنين بس لما طلع من ليبيا، بس أبوه غرس فيه هذاك الحب لليبيا والصورة الجميلة على ليبيا. وطبعا عنده ولده الصغير بوكو العصام اللي هو يقول المصريين قد الدنيا. عصام هذا هو مهندس كبير في ناسا، وكالة ناسا الفضائية هذه. به بالله نولوا للكتاب متاع حجي اللي هو باش ما ننساش، يعني اللي ماش في وقت ما يعني منساش الشط الليبي اللي يعتبر الأطول على المتوسط، ورسم الصيادين بطريقة وأسلوب رائع منه. اللوحة هذه متاع الرغاطة متاع الحواتة، ورسمنا طبعا أنواع الحوت اللي كأني بيه من محبي البوري. وعلى ذكر الأكل الليبي، قال لي أخوي هشام الفرجاني زوجة الأستاذ محمد حجي السيدة الفاضلة ماجدة مسلم، ما زالت تطيب تطهيب ليبي، وقال لي كليت عندهم مكرونة بكبكة مش عادية. يعني قداش جميل الوفاء والاحتفاظ بذكريات طيبة على بلد وشعب زرته. من أجمل الحاجات اللي دارها الأستاذ محمد حجي هو المساجد والخلوات والمساجد العتيقة والعمارة، وكذلك رواد هذه المساجد وهذه مجموعة منها. وهني بنختم بشيء جميل اللي هو المولد النبوي الشريف. شوفوا كيف موكب المولد طالع، وفي المقابل يعني طالع ومتفجر تفجير، يعني كأنك تسمع في الحضرة وتسمع في المدائح وإلى آخره. وفي المقابل الخميسة اللي كيف رسمها بشكل جميل حقيقة، يعني تحية احترام وتقدير للفنان القدير محمد حجي وعلى حبه لبلادنا، ويعني وتصويرها في أبهى صورة. وربي يشفيه طبعا ويعافيه، فهو الآن ابن 80 سنة، قدمها كلها في خدمة الجمال، لأنه في نفسه إنسان جميل يستحق منا كل التقدير والاحترام. ونتمنى نشوف يوم من الأيام معرض يطوف كل ليبيا باسمه وبلوحاته. تحياتي ولنا عودة على هذا الفنان الرائع قريبا إن شاء الله. إلى اللقاء. أرتفع.